الأصدقاء في الحكومة التركية الموقرة، نرفع إليكم اليوم رسالة موقعة بدماء أطفالنا وأهلنا وأشنائهم في جرجناس وجميع المناطق المحررة المداخمة لنقاط المراقبة التركية، والتي استبشرنا خيراً بوجودها لتكريس حالة من الأمن والاستقرار في نفوس ساكني المناطق. إن ما جرى ويجري منذ اتفاق خفض التصعيد بين الدول الضامنة من تعديات وخروقات قام بها نظام المجرم بشار الأسد، وما نتج عنها من موت ودمار وتهجير جديد، أدخل الشك في نفوس أهلنا، وبدأ بعضهم التفكير بالهجرة إلى تركيا لانعدام الثقة بالتزام النظام المجرم وضامنيه بأي اتفاق. إننا نتطلع إليكم اليوم كي تتحملوا كامل مسؤولياتكم كدولة ضامنة صديقة وحليفة بأن توقفوا مجازر نظام بشار الأسد المجرم، سواء بالضغط على شركائكم الروس والإيرانيين في اتفاق خفض التصعيد، أو بإطلاق يد الفصائل العسكرية للرد بالمثل، خصوصا وأنكم أشرفتم على تنفيذ مضمون الاتفاق. كما أننا نحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته السياسية والإنسانية مسؤولية حماية المدنيين من تعديات النظام وداعميه من ممارساتهم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والتدمير والتهجير الذي يمارس علينا أمام نظر وسمع العالم أجمع. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. الاثنين 26/11/2018 ريف إدلب. الأستاذ محمد السلامي مدير العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة. الحقيقة نتيجة للتصعيد الأخير الكبير الذي يقوم به نظام بشار الأسد والجرائم التي ارتكبت مؤخرا في جرجناز وغيرها من أطفال ونساء، اجتمعت الفعاليات المدنية والسياسية والنقابات والمديريات في محافظة إدلب لإرسال رسالة إلى الأخوة الأتراك الضامن التركي وفق اتفاق سوتشي لمعرفة أسباب التصعيد الأخير ولإطلاق يد الفصائل في حال لم يتوقف النظام عن إجرامه، إطلاق يد الفصائل العسكري لحماية المدنيين وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين.